سياسه المهرجانيه. هذا المساء كنعيشوا انعقاد دور المجموعه الصحفيه للاعلام الرسمي على دور 11 المهرجانيه التي تقام كل سنه بمدينه مراكش. هذه الدوره الجديد ديالها هو انه تم الانتقال ديالها من المسرح الملكي للمنطقه المسرحيه لانها وحده من المنطقه المحليه، وتنتمناو انه تكون هذه الدوره 11 ناجحه كتسابق سابقتها. من طبيعه الحال بالنسبه للمجموعات اللي مشاركه، كاين مجموعات المشاهد، كاين الرصاد، كاين الالوان، كاين السنوا، كاين السهام، كاين الرصاد الفنيه، كاين ميلود مستنوى، كاين المشاهد في الفنون. اذا تنتمناو ان هذه الدوره تكون ناجحه بحكم انه المنطقه ديال الحميد راه فيها كثافه سكانيه كبيره، وخاصنا نتغلبوا على لانه المسرح الملكي كان مجموع، دابا الحميد شويه كبيره، كنتمنى انهم يتغلبوا على المدعمين. بالنسبه للمدعمين دائما الشكر للجهتين اللي غاديين معنا مزيان منذ الدوره الاولى، اللي هو المجلس الجماعي ومجلس الجهه، مشكورين لانه تطرقنا معهم شراكه. كذلك كاين الدعم ديال وزاره الثقافه، ولكن مع الاسف الدعم ديال وزاره الثقافه دعم محتشم منذ البدايه، وهي الجهه الوصيه على الثقافه، ومع الاسف تنتصلوا بدعم هزيل. كنتمنوا انه السيد الوزير ينتبه لهذه القضيه، لانه ضد المهرجان الغيوان اللي ما غاديش توصل للدوره 11. انا تيبان لي حان الوقت انه تم شراكه ما بين مؤسسات المهرجان الغيواني ووزاره الثقافه ولماذا. اذا شكرا لكم. محتفين من طبيعه الحال كي تعرفوا انه كل سنه منذ بدايه تاسيس المهرجان كان دائما كل دوره كيكون تكريم ديال احد الرواد ديال الظاهره الغيوانيه. هذا العام فكرنا انه الدوره 11 تكون مهداه الى روح جميع المتوفين، الرواد المتوفين، منهم العربي الغام، منهم مغني الشريف، منهم العربي السي محمد، منهم الاخوان بزاف اللي توفوا. اذا هذه الدوره كلها هديه للروح ديالنا.